جربت الاحتراف، بس هبتدي معاك من بدري شويه، نرجع لورا شويه قبل ما ماشي. ندخل في الحاضر. ابتديت امتى وابتديت ازاي واخترت ليه اصلا الهاندبول؟ لا بص، انا بالنسبه لي ابتديت هاندبول وانا عندي 8 سنين. ماشي. الاختيار كان غريب شويه، انا كنت في المدرسه عادي زي طالب صغير يعني، وكان نادي الزمالك بيخش يناقل الاجسام الكبيره والاطوال من المدارس يعني. ما اعرفش الموضوع ده موجود دلوقتي ولا لا يعني، بس هو كان موجود ايام يعني، ماشي. واختاروني رحت الاختبارات هاندبول. هاندبول. وانت كنت بتلعب هاندبول يعني لا ولا لا انت لا عادي؟ عادي، من شخص طبيعي يعني، عادي طالب طبيعي يعني، انت جدا عادي، تلعبش انا اصلا كنت هاندبول؟ اصلا هم اختاروك بس عشان انت طويل. رحت ماشي الاختبارات بعديها بيومين نجحت فيها، دخلوني الفريق. في ماشي. الاول ما كنتش حابب ان انا اقف جون يعني، بقى كل بتاع شويه تجيب فيرود، اجوان وبتاع. كنت بلعب شويه فيرود مش عارف ايه. وبعد كده في حد يعني معين ربنا يديله الصحه، اسمه كابتن علي عبد الهادي. ماشي. وفي هو واحد اللي وجهك هو لا هو قال لي انت ان شاء الله في المستقبل هتبقى من احد احسن الاجوان في مصر يعني. والله، هو كان شايفك من وانت صغير قوي كده ان انت كده هتبقى من احسن الاجوان في مصر. شايف ايه يعني انا مش جسمانيا؟ عارف والله. لا اصلها غريبه يعني، انت اصلا ما لعبتش هاندبول. هو كان عنده شايف ان انا كانش هو بس، كان هو كابتن محمد عبد الكريم وكابتن عمرو درويش الله يرحمه، التلاتة دول يعني كانوا من اكتر ناس وانا صغير شايفين ان انا هبقى جون كويس. ماشي. والحمد لله يعني قدرت ان انا اوصل لمكانه تبسطهم ويشوفوا ان هم يعني قالوا حاجه كان صح، هم عندهم رؤية يعني. رؤيه يعني. حلو. فانت كملت شوية في نادي الزمالك الى لعبت ان كتير. خرجت. الى ان خرجت، الى ان وصلت لاول فيرست تيم، وبعد كده خرجت الاحتراف. لا انا اللي خلصت نادي الزمالك، مشيت منه 2012 ساعه المشاكل بتاعت الاستاذ ممدوح عباس، كان في مشاكل في النادي، رحت الجزيره سنه ونص. ماشي. كان بعد عندك ايه كده 2012 دي؟ كان عندك مثلا 20 سنة؟ كان عندي 21 سنة. رحت الجزيرة قعدت سنة ونص. رحت الجزيرة سنة 2013، اوكي قعدت سنة ونص. ماشي. بعد كده النادي الأهلي اشتراني من نادي الجزيرة، قعدت في نادي الأهلي سنتين، بعد كده رجعت الزمالك 4 سنين، بعد كده سافرت احتراف. لفة طويلة طب أوي لا، يعني. خلينا نقف عند بس كل لفة فيهم. انت من الجزيرة عادي، من الزمالك للجزيرة مفيش مشكلة، لكن من الجزيرة للأهلي وانت راجل بتلعب في الزمالك يعني زملكاوي ولا انت زملكاوي يعني. صح؟ صح. النقلة كانت بالنسبة لك عادية؟ لا ما كانتش عادية، بس أنا قلتها قبل كده، هو الموضوع كله إن أنا كان ساعتها ما كانش فيه من نادي الزمالك كرة يد فريق كبير يعني، كان معظم اللعيبة سافرت بسبب مشاكل المادية اللي كانت موجودة، ما كانش لسه الفريق كله رجع، وكانوا 3 4 لعيبة من اللي هم الصغيرين اللي كانوا حضروا الجيل بتاع كابتن حسن يسري والكباتن القديمة كلها، اوكي. دول اللي كانوا موجودين راحوا نادي الجزيرة. بعد كده كان قدامي، رحت مع النادي الأهلي إعارة كأس عالم أندية سنة 2015 ماشي في قطر، ولعبت معاهم كويس، كنت عارف من نادي الجزيره عادي، عارف لمده البطوله بس. ماشي. قرروا ان هم يشتروني من نادي الجزيره، وانا كان قدامي ان انا عايز العب بطوله افريقيا وعايز طب العب كاس طبعا عالم انديه، فكان قدامي الاختيار النادي الاهلي هو الاختيار الاول اللي كان موجود ساعتها، حلو. ورحت النادي الاهلي قعدت فيه سنتين. بعد السنتين ما خلصوا قررت امشي يعني، كان في شويه مش مشاكل يعني، عدم ارتياح شويه في الاخر. بعد فقررت انك كده ترجع الزمالك، كان نادي كلموك بقى. الزمالك ابتدى، نادي الزمالك الحمد لله كلمني، ماشي ولما نادي ابتدت يعني في 2016 اصلا ابتدت لعيبه الزمالك ترجع تاني، ماشي. فالدنيا ابتدت تبقى فابتدت ترجع تتحسن يعني. تتحسن. فساعتها انا في الدنيا في الاهلي ما كانتش يعني، مش هقول لك كان مش مشاكل، بس يعني ما كنتش عدم مرتاح ارتياح يعني. يعني ماشي نفسي، تمام. ماشي. فقررت ان انا تروح الزمالك ارجع تاني. الزمالك. حلو. اتكلمنا مع بعض ورجعنا الزمالك، رجعت الزمالك على طول، ماشي. قعدت بقى وبعدها في الزمالك 4 سنين الحمد لله، كسبت فيهم حاجات كتير مع النادي يعني. اوكي. بعد كده خدت قرار ان انا اسافر، تحترف. ماشي. والحمد لله لما جيت خدت القرار وانا مسافر كان النادي في وضع كويس فنيا يعني. حلو. رحت على فرنسا شوية، رحت على فرنسا، وبعدين دلوقتي راح نادي جديد في الدوري اسبانيا. الاسباني الدرجة الاولى. حلو حلو قوي. ماشي، نقف هنا وهنرجع تاني للقصة دي. مهاب، ابتديت بقى انت كرة يد ولا برضو اللي هو مالكش لا علاقة ما ودخلت ماليش علاقة، كنت بلعب كرة برضو قدم اصلا. والله. وبعدين قعدت سنة كده ولا سنتين بلعب كرة قدم. ماشي. في وبرضو الاهلي برضو ولا لا في حتة تانية؟ كنت بلعب في نادي النصر. ماشي. بس ده لسه كنت مدارس بقى وكده، مش اللي كنت لسه يعني لسه طالع من المشي. ماشي. فبرضه كان نفس قصه محمد علي كده، اخواتي برضه نادي الانتاج الحربي دخلوا نقوهم وابتدوا يلعبوا كده، فانا كنت رايح حفله صدفه في الانتاج الحربي، ففي كله صدفه. لقيت كابتن اسمه كابتن توفيق شافني، وكان انا كنت عايز العب كره قدم، بس كان نادي الانتاج الحربي ده كان جنب بيتي، ماشي، يعني اقرب لي من نادي النصر، فقال لي تعالى العب كره يد وكده. كان بالنسبه لسني على اساس ايه يعني بيقول لك كده؟ هو شافني سن طويل طويل. على سني بس كده يعني، هي بس طولي الطول. وانا كنت اشول، ماشي، فما اشول فيش حد اشول
قال لي هخش ادخلك فرقه على طول ولا مدارس ولا اي حاجه. والله ادخلك فرقه على طول وهتتعلم هندو. هتتعلم على طول ماشي. وقال لي اول ما سنك يجي 9 سنين هتروح هقول لك ان الكره فتحت وهتروح ماشي وهدخلك. هو كان بيثبتك يعني ولا كان بجد؟ هو طلع بيثبت. ايوه بالظبط كده. لا هو فعلا لما جه سن 9 سنين قال لي الكره تمام. الكره تمام لو عايز تروح. قلت له لا انا حبيت الله بجد. اه خلاص ما كنتش عايز بقى تروح. لا خلاص اوكي ماشي. قعدت مثلا لحد سني 12 سنه كده وحصل مشاكل في النادي الانتاج كده. مش مشاكل لا مشاكل في النشاط عامه كله ماشي. فروحت النادي الاهلي. حلو. اتنقلت ازاي الاهلي؟ هو كان هو اللي برضه نفس الشخص. لا هو كان يعني هي المشاكل ديت فكل اللعبة كانت بتمشي اصلا. اه ماشي. ففي مدرب اسمه كابتن محمد جمال وكابتن برضو كان كابتن اسمها حنان عيد برضو ده دخلوا في الموضوع ده وكابتن احمد سامي ماشي. دولت يعني كابتن محمد جمال عشان هو اللي كان ماسك الفرقه ساعتها. فانا رحت له قال لي تعالى وتعالى بورقك وكل حاجه وانت معاه في الفرقه من دلوقتي بس. ودخلت من ساعتها لحد كملت كمل بقى في فيرست تيم. بقى امتى بقى طلعت فريق اول امتى؟ انا لسه فرقه الشباب موجوده يعني بس بتصعد من فيرست تيم مثلا بقى لي سنتين ثلاثه كده. ان انا عندي من ساعه ما لعبت كاس عالم الشباب من ساعتها وانا بتصعد. بس فكره انك تتاخد منتخب اول وانت مش ثابت في الفريق الاول في النادي غريبه ولا بتحصل كتير؟ لا بتحصل 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 عشان يعني مثلا لو انا مقدم في منتخب الشباب مثلا والمدرب بتاع الفريق الاول شافني وكده. بس ده المفروض ينعكس يعني بقى انك انت ترجع من ده على الفريق الاول على طول خلاص صح كده. الوضع دلوقتي يسمح المكان اللي انت بتلعب فيه والدنيا تمام المنافسه في الحته اللي انت فيها؟ انا شايف ان احنا احنا ثلاثه في نفس المركز بس المنافسه يعني ثلاثه في المنتخب والثلاثة في المنتخب اثنين الاثنين منهم في المنتخب بس يعني فهي منافسه قويه يعني وكل حاجه بس يعني طب انا 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 معاك المنافسه في كل الاحوال انت بتحسبها يعني انت بتحسب دايما المكان اللي انت فيه انت ممكن تروح فين فيه صح كده ولا انت بتسيبها انه يعني مدرب ورؤيته؟ يعني انا هنا كان اصلا بعد منتخب الشباب كان عندنا بطوله كده في فرنسا وجالي كذا عرض في فرنسا يعني وكده وجالي عرض في المجر وكده ماشي. فانا كنت عايز اطلع من سني دوت احترف يعني. احلى حاجه طب تتاسس بره او يعني انت تاسست هنا بس تتطور بره يعني. بره بالنسبه لسن يعني طب. هتفرق معايا طبعا بس بس النادي الاهلي متمسك بيك دي يعني انا لسه هنقعد مع بعض تاني كده ونتكلم. في حاجه اليومين دول يعني في حاجه عرض يعني بره في حاجه بره ولسه في كلام بقى مع النادي لسه النادي هيقعد يتكلم معايا يعني وكده بس بس انت متمسك بالفكره يعني هو انا كده كده ان شاء الله يعني هحقق اللي انا عايزه يعني. بس.